أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. الشريعة سابق. أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، وإحنا الآن بفقرة التدخين ومكافحة التدخين، واليوم رح نتناول هذا الموضوع من ناحية القانون وتطبيق القانون ومنع التدخين في الأماكن العامة، وبنفس الوقت كمان رح نتطرق لمحور الدين، وإحنا سبق يعني تحدثنا فيه مع الدكتور حمدي مراد، لكن اليوم مش غلط نرجع برضو نذكر بموضوع حكم التدخين في الإسلام، يعني الحكم الشرعي للتدخين. بداية حابة أرحب بأصحاب السعادة النواب النائب الدكتور محمد الحاج، نائب رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب وعضو أيضا في الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين، وسعادة النائب الدكتور زكريا الشيخ رئيس لجنة التوجيه الوطني ومقرر لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب. أهلا وسهلا فيكم. يعني ألقاب كتير ثقيلة على عاتقكم، يمكن هذا بيخلي في مسؤولية أكبر لمنع التدخين وتطبيق القانون موجود. صحيح. يعني إحنا هذا اللي مبشرنا بالخير إنه القانون موجود، لكن للأسف ما فيش تطبيق لهذا القانون. يعني بنلاقي في المؤسسات، في الدوائر الحكومية، في الوزارات، في المطاعم، في دور السينمات، في في للأسف ممارسات للتدخين، وهذا في انتهاك لحقوق الأشخاص غير المدخن. طبعا أكيد إحنا سبع وقلنا ودائما بنركز إنه اللي بده يدخن حر، هاي حرية شخصية وإله برضه كل الاحترام، ما بنقلل من شأنه أو من قيمته، لكن تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. لما أنا بدخن لوحدي ما بأذي آخرين، هاي حرية شخصية، لكن لما التدخين بأذي آخرين دون استئذان هذا بيكون انتهاك. فنبدا واعتداء فعلا. ابدا معك دكتور محمد، نحكي عن الحكم الشرعي بما انك استاذ شريعه سابق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الافه الكبيره العامه والطامه، مشكله التدخين، الفقهاء تحدثوا فيها منذ زمن، واعتقد انه هو بدا يعني التدخين ينتشر في العالم تقريبا في القرن العاشر الهجري. قبل ذلك ما كان هذا التدخين موجود. فبداوا يبحثوا، وكتب يعني في حاشيه ابن عابدين وبعض الفقهاء في هذا الموضوع، والحقيقه تناولوا الموضوع من عده محاور وذهبوا الى تحريم التدخين. ومن ثلاثه محاور رئيسيه، لا اريد ان اطيل وانما اختصار. المحور الأول هو الضرر الذي يحصل، والضرر يعني بإجماع كل الأطباء ومنظمة الصحة العالمية والأبحاث كلها يعني تدل على أن التدخين فيه ضرر على الجسم، بغض النظر عن السرطانات وما يتحدث عنه كثير في هذا الموضوع، لكن يعني ثبت قطعا أن التدخين فيه ضرر على الصحة، والحديث لا ضرر ولا ضرار. صحيح. وبالتالي لا يجوز شرعا لأي إنسان أن يؤذي نفسه. يعني لو قال له الطبيب إن البعض يتحسس من القمح مثلا وبدأ يأخذ عمدا، أو مريض السكري تحدى وقال أنا اليوم أريد أن أكل كيلو سكر هكذا، هو آثم، ليس فقط هو آذى نفسه، هو آثم كمان. نعم. لما يؤذي الآخرين. فكيف لما يؤذي الآخرين؟ فيعني هو تناوله أنه هو أولا هو يؤذي نفسه، وهذه النفس هي أمانة بيد الإنسان، لا يجوز له أن يؤذيها عمدا. فهذا المدخن يوميا يؤذي نفسه، يوميا وباستمرار يؤذي نفسه، وهذا لا يجوز شرعا. ثم يعني القرآن صنف المأكولات والمشروبات ما بين طيبات وما بين خبائث. هل الدخان يعد من الطيبات أو هو من الخبائث لأن فيه هذا الضرر للإنسان؟ الله تعالى قال وأحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. الأمر الآخر أنه الإسراف وهذا المال الذي يحرق. صحيح. لو الإنسان كل يوم يعني يجيب دينارين ويحرقهم، ولا خمس دنانير، يعني بعض الناس فقراء ومع ذلك بدخن باكيتين وثلاثة في اليوم، وأولاده مش لاقيين الخبز أحيانا. صحيح. فهذا أيضا يعني لا يجوز، تبذير وإسراف منهي عنه. بالإضافة إلى أنه يعني هذا الضرر المتلاحق كما قلت يؤذي الآخرين،
وإيذاء الآخرين لا يجوز. بعض الفقهاء نظر للمسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، والتدخين هو مفتر، بدليل أنه المدخنين. شو نقصد بمفتر؟ يعني برخرخ الجسم، بهدئ الجسم إلى آخره، بدليل أنه المدمنين لما يمنع من التدخين. صحيح السيجارة بتعمل ريلاكسيشن مفيش. ولا أنا بحسها بتوتر أكثر، منبهة أكثر من لا لا يعني بتعطي، لأنه هلا المدخن مثلا إذا ما في وقعد ساعات أو يوم مش لاقي دخان، مستعد يشتري الباكيت ب10 دنانير، وبعدين يهدأ لما السيجارة. إذا فيه هذه وهذا منهي عنه. لذلك من كل المحاور الحقيقة يعني الغالبية الساحقة من فقهائنا ذهبوا إلى تحريم التدخين، ويعني لم يكن بأن التدخين حلال من العلماء السابقين إطلاقا، لم أجد لا في فقهاء الأحناف ولا في الشافعية ولا في الحنابلة، لم أجد إطلاقا من قال بأن التدخين جائز. دكتور زكريا، يعني خلينا نحكي يعني دوركم في المجلس كرئيس للجنة التوجيه الوطني ومقرر لجنة الصحة والبيئة، يعني احنا بنحكي عن شغلتين كتير مهمين، الصحة والبيئة. إذا البيئة كمان نقية ونظيفة هي اللي بتجيب صحة جيدة. شو دوركم بالمجلس واحنا بنشوف، ومش فقط في هذا المجلس وفي المجالس السابقة، يعني ظاهرة التدخين تحت القبة، يعني ظاهرة ما مش عارفة أنا شو أسميها، يعني إذا المشرع صحيح. المشرع ما بيلتزم، هو قدوة. نعم. قدوة لكثير من الشباب، والشباب إحنا هم أكثر فئة يمكن اللي بتعاطوا التدخين. فإذا المشرع ما بيلتزم، يعني ممكن يكون في مكان للي بحب إنه يدخن نائب يطلع يدخن ويرجع. فنحكي عن القانون ونحكي عن دوركم في ليش القانون غير مفعل. نعم. شكرا ابتداء على هذه الاستضافة الطيبة. أنا بدي أتكلم عن القصور التشريعي حقيقة. قانون الصحة والصحة العامة لعام 1988 رقم 47 في مادة 52 عرفت المضار الخاصة بالتدخين، وأيضا العقوبات، حددت العقوبات. يعني أنا مشكلتي في التشريع بأنه تشريع قاصر في قضية العقوبات، حينما نضع الحبس من أسبوع إلى شهر، ومبلغ الغرامة تكون من 15 دينار إلى 25 دينار، هذا على الأفراد وعلى المنشآت كذلك. هذا الأمر يؤدي إلى التراخي بهذا إذا نفذ القانون، إذا اعتبرنا أن القانون سينفذ، ولكن في أغلب الأوقات لا ينفذ هذا القانون. قبل عامين أطلقنا حملة بأننا يجب أن ننفذ، نعم يجب أن يتم تطبيق منع التدخين في الأماكن العامة في كافة المملكة الأردنية الهاشمية. وكما نعلم بأن القانون عرف ما هو المكان العام وأين يمنع، وبالتالي تصبح كل الأماكن التي يرتادها المواطنين هي أماكن عامة بما فيها قبة البرلمان. الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين تقوم بجهود كبيرة جدا، إلا أن المشكلة لغاية الآن لم نصل إلى مستوى بأن معضلة التدخين هي معضلة وطنية أو هم وطني، هي عبارة عن جهود مبعثرة. هذه الجهود تحتاج إلى أن تدعم بالتشريعات. أنا بدي أجيب لك على سبيل المثال تركيا، دولة تركيا نجحت نجاحا كبيرا جدا بمنع التدخين في كافة الأماكن العامة من خلال تغليظ العقوبات. تغليظ العقوبات في تركيا أدى إلى 5000 دولار العقوبة، حينما أنا أقارنها مع العقوبة في الأردن من 15 دينار إلى 25 دينار. ولذلك النقطة الأولى، يجب أن نعمل سويا مع الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين ومجلس النواب ووزارة الصحة على تغليظ العقوبات ابتداء، ومن ثم تنفيذ القانون وتطبيق القانون، لأن القانون بدون تنفيذ وبدون تطبيق وبدون متابعة لا معنى لهذا القانون، يصبح عبارة عن كلمات في كتيب عام. الآن قضية الصحة يجب أيضا أن ترافق مع حملة تثقيفية واسعة، وسائل الإعلام يقع عليها عبء كبير جدا. حينما نتحدث عن على سبيل المثال التبغ، من يعلم ما هو التبغ؟ تعريف التبغ، التبغ به 6200 عنصر من العناصر السامة، وهذه مركبات سامة.
أنا فقط بدي أركز على مركبين وهما القار أو ما يسمى القطران. هذا القطران حتى ذكر بالقرآن الكريم: وسرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصف الإنسان يوم القيامة بأنه يلبس ثيابا، هذه الثياب من قطران وهي سريعة الاشتعال يعني. فالقطران هو عبارة عن مادة سامة جدا تشكل مادة عازلة ما بين جدار الجهاز التنفسي والدورة الدموية، الأوعية الدموية، وبالتالي عملية تبادل الغازات من الأكسجين ونقله إلى الدورة الدموية وأيضا عودة CO2 وهي ثاني أكسيد الكربون، هذه تتعطل هذه العملية، وبالتالي يقل نسبة الأكسجين بالدم ويؤدي إلى اضطرابات بالتنفس، يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة جدا. هذا القطران. ما أما النيكوتين، النيكوتين هو مادة موجودة في جسم الإنسان، خلقنا الله سبحانه وتعالى بمعدل معين في هذا الجسم. دور النيكوتين نعم. يقال أنه غرام لو حقن بالوريد يموت، سامة، مادة سامة. يعني الآن النيكوتين نعم، والنيكوتين فيه هي مادة موجودة في جسم الإنسان. النيكوتين دورها ووظيفتها الطبية هي تنظيم الجهاز العصبي، وبالتالي حينما يتم أخذ النيكوتين بكميات كبيرة يصبح الجسم يعتمد على النيكوتين الخارجي. كلما زاد استخدام السجائر وعدد السجائر التي يعني بيشربها الإنسان بدخنها يزيد الاعتماد أكثر، وبالتالي يصبح هناك اضطرابات عصبية وهذا يؤدي إلى الإدمان. طبعا مكون كمان طبعاً دكتور ولا أطعن بحديثك، من مكونات السيجارة نعم، من مبيدات حشرية كمان. شو مبيدات؟ عندي 6200 يعني أنا بدي أعطيك طلع يعني أنا محضر يعني عدد كبير جدا مواد الهيدروكربونية الأروماتية والأروماتيك هيدروكربونز، مواد سامة للغاية. أنا عندي حتى الصيانايد موجود، حامض الهيدرو صيانايد وهو مادة سامة جدا. ولذلك علينا توعية المواطنين عن الضرر الصحي. حينما تكلم الدكتور عن البعد الشرعي وأن يعني الضرر بالصحة هو حرام، بالتأكيد نحن علينا أن نثبت طبيا أن هذه المواد مواد سامة. صحيح نعم. لكن إحنا كمان بحاجة يعني عبال ما نثبت والناس تقتنع نعم. وهذا إشي برضو برجع لكل شخص يقتنع أو نعم. لا، إحنا بحاجة أن نحمي غير المدخنين، بحاجة أن نحمي البيئة، بحاجة أن نحمي الطفل. يعني شو رأيك دكتور أنه بدي أحكي لك يعني موقفين هدول شوف عيني، لا سمعتهم ولا قرأت عنهم، وأول مرة بحياتي بشوف يعني موقفين شفتهم. مرة كنت في إحدى المستشفيات الحكومية الكبيرة في العاصمة عمان، وشفت طبيب خرج من غرفة العمليات في تمه السيجارة. أنا شفته بعيني، ما حدا قال أعطيك الإحصائية. وكمان اسمح لي، مبارح برضو كنا أنا وزوجي في أحد المطاعم برضو العريقة القديمة في عمان. شو رأيك إنه النادل اللي بيقوم على خدمة هو بدخن؟ أنا أول مرة بحياتي يعني زرنا بلدان عديدة وشفنا يعني شو بدي أقول لك، يعني رحنا بلدان حتى مش كتير القانون فيها يعني بيحترموه أو بيطبقوه، بس ما شفت هذا المشهد. الإحصائية بمطعم سياحي معقول يعني إنه النادل بدخن؟ نسبة المدخنين بين الأطباء 34%، بين الممرضين 35%، نسبة المدخنين بين النساء مرتفعة جدا. أنا بتكلم عن الأردن 11%، وصلت عام 2009 15%، والآن يعني الذكور 11%، يعني نسبة المدخنات بين السيدات أعلى. وهنا يدخل قضية نعم التأثير على البيئة، وندخل في إطار التدخين السلبي. التدخين السلبي وكمعلومة بأن المدخن يأخذ من دخان 15% فقط وينفث 85% من التدخين، احنا اللي بناخذ ولذلك غير المدخنين. ولذلك الأضرار البيئية والأضرار الصحية على غير المدخنين التي تؤدي إلى الوفاة. طبعا نحن نعلم بأن التدخين له آثار آنية، آثار بعيدة، وآثار قاتلة، في النهاية نحن نؤدي إلى الموت. في 6 مليون شخص في العالم سنويا بيموتوا بسبب التدخين. بسبب التدخين 6 مليون، شوف الرقم نعم. إذا بتسمحوا لي نشوف نعم. في يعني زي سكتشات هي وصور سريعة، يعني في منها طبعا هي بتمنع التدخين، في منها من دول غير الأردن، خلينا نشوف ونعلق عليها. فوت شم الهواء، يعني هاي بتشجع على عدم التدخين. نو سموكينج، هاي صارت متداولة مش كتير بيهتموا فيها، مش كتير. يمكن احنا بحاجة انه يعني غير إشارة السيجارة وكروس، يمكن بحاجة نعمل إشي تاني لأنه بطلت تلفت نظر الناس. صحيح.
يعني وسائل الإعلام عليها دور كبير، وزارة الصحة، التشريعات أيضا. تذكر يعني تنوع. هاي بنابلس مثلا عاملينها إنه للحفاظ على لا أراجيل لا أراجيل في الأراجيل، يعني لا نرى جيل في الأراجيل. أنت جميلة بلا أرجيلة. نعم. لا نرى جيل في الأراجيل. سلوغن حلو. يعني بالضبط هي يعني هاي بمدينة نابلس مثلا عملوها بلدية نابلس. هون مثلا حاطين فوائد التدخين. فوائد التدخين اللي هي انه لا تصاب بالشيخوخة لانك تموت مبكرا. مثلا حاطين انه دائما تتعرف على اصدقاء جدد لانك دائما بتراجع اطباء. واذا لا تريد ان تنجب دخن ايضا ليؤدي الى العقم التدخين. وكمان لا حاطين انه من فوائد التدخين هي طبعا طريقه كثير مضحكه انه الحرامي ما بدخل بيتك لانه دائما انت صاحي. يعني ممكن الإعلانات كمان لمنع التدخين برضو بدها تكون بطريقة غير التقليدية. صحيح. اللي الناس بطلت تتأثر اللي فيها، اللي تخاطب عقول يعني الشباب ترتقي إلى مستوى تفكيرهم مثلا. نوع. هون يعني كتير حلوة هاي على الأرض، شايف بدعسوا عليها الناس يعني كمان. إلها جميل. معبرة هاي برضو في الخارج يعني مش في الأردن عنا. احنا عندنا الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين تقوم بدور رائد حقيقة، ولكن تحتاج انه يتآزر معها كل فئات المجتمع. نعم. هون المجتمع. هذا لأبو محجوب، شخصية أبو محجوب لعماد حجاج طبعا رسام الكاريكاتير، ممنوع التدخين داخل الشركة، فواحد بيقول لا والله اشتغلنا، وكأنه يعني الأداء في العمل مرتبط بالسيجارة. حتى في جلسات مجلس النواب النصاب بعض الأوقات يبرروه بأنه أنا ما بستطيع أمنع التدخين عشان سأفقد النصاب. لأنه بيطلع يدخن كله. طبعاً. وهذا حكي عفو فراوني. نعم. ولذلك يعني والله نفقد النصاب. نعم. بس ما ندخن. صحيح. ولذلك القدوة يعني حينما نتكلم عن القدوة مبدأ هذه العقيدة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف أنا ممكن أن أثر بالشباب؟ كيف أكون قدوة للآخرين حينما أنتهك أساسيات هذه القدوة؟ أنا لما الشاب يطلع على النائب الذي هو ممثل الشعب ويكون به حتى السيجار أصبحوا يدخلوا على المجلس. مش بس السيجارة العادية، السيجار أصبحت تدخل على مجلس النواب. يعني بعملوا دعاية قاعدين دعاية للدخان تحت الكم. ونفس الشيء. نعم. الآن وهي برضو حكيناها بأكثر من مرة أنه الأفلام والمسلسلات يعني هلأ بهوليوود صار إنتاج الأفلام تمنع أي مشهد فيه سيجارة. صح. ليه؟ لأنه لما يطلع بتطلع فنانة مشهورة. طبعا. هي قدوة لكثير من الشباب أو فنان مشهور بدخن. نعم. هو مغري للشباب. صحيح. يعني بيجيبوا عامل علبة الكولا مثلا كدعاية، فهذا عامل السيجارة بعملها دعاية. بالضبط بعملها دعاية. فهلأ منعوا. بينما إحنا بنلاقي هلأ في الدراما العربية بالعكس المشاهد اللي فيها التدخين صارت عم بتزيد. بتزيد. بالمسلسلات مثلا بموسم رمضان يعني ما في مشهد أو ما في مسلسل إلا أو حلقة إلا فيها السيجارة. ولكن ليس لأنني في هذه المؤسسة الوطنية التلفزيون الأردني. التلفزيون الأردني يسجل له بأنه أول تلفزيون في الوطن العربي طبق المادة 54، ونحن في قانوننا أول دولة عربية طبقت المادة 54 والتي منعت بموجبها وسائل الإعلام من الإعلان عن منتجات التبغ. يعني الأردن رائدة في هذا المجال. صحيح. وأنا أحيي التلفزيون الأردني وكالات يعني وكالة الأنباء لكن الأردنية. في تدخين جوا المؤسسة. يعني أنا هذا شيء أنتقد. نعم. مؤسستي من حبي أنا أتكلم عن الإعلان على الشاشة. الإعلان لكن على الشاشة. في تدخين. نعم. داخل المؤسسة وهي تعتبر مكان. صحيح. عام. صحيح. ولكن هذا تطور أيضا في التشريعات الأردنية بأنها منعت الإعلانات، ودول كثيرة جاءت بعدنا دول عربية. إحنا كنا أول دولة عربية في هذا الأمر. يعني مجلس النواب الدكتور تحدث قليلا. الحقيقة مؤسف جدا ومؤلم جدا، وحاولنا وتحدثنا تحت القبة عن هذا الموضوع إنه إحنا نتضرر، وهذا لا يجوز إنه لمجموعة من النواب يمكن هم اللي بيظلوا دخنوا تحت القبة لا يتجاوزوا 15 يعني أو لا يصل إلى 15 حقيقة. بس عدد المدخنين مرتفع جدا برا، لكن اللي تحت القبة اللي تلاحظ تحت القبة يعني لا يتجاوز 15 نائب. وبدأ فقط؟ إن شاء الله خف عدد المدخنين في مجلس النواب يا دكتور. عملنا دراسة أكثر من 100 نائب. صحيح. لكن اللي بتحدوا بظلوا يعني تحت القبة حوالي 15 نائب. فتحدثت كثير في هذا الموضوع، ولكن كما ذكر يعني حتى الرئيس
بقول انا اذا بدي امنع التدخين تحت القبه اخشى على النصاب لان كلهم بيطلعوا، وهذا الحقيقه غير مبرر. ويعني ممكن يكون في وقت للتدخين. طب ليش في رمضان بنلتزم؟ طبعا ليش بنلتزم 16 ساعه و17 ساعه؟ وهذا بدل على انها الاراده، معناته اذا اراده. هذا بدل على انه التدخين إحنا اراده. احنا الجلسه قد ايه بتقعد؟ ساعه ساعتين؟ امسك حالك يعني. نعم. ساعتين خذ استراحه مثلا، ممكن يكون في استراحه ربع ساعه للمدخنين. طبعا. يعني احنا مبسوطين انه كثير هلا صارت شركات الطيران، حتى الشركات الناقله بالبر صحيح. صارت تمنع التدخين وبتوقف صحيح. بعد ساعه مثلا او ساعتين من الرحله بدخل. اللي بنزل يدخن وبرجع على العقبة مع جد فعلا نفس مثلا الشيء. انا بدي لانه بديش اذكر الاسم. بس دكتور في سؤال كثير غريب هلا اجى من متصل، انه بقول لك هل يجوز التصدق على مدخن؟ هل تجوز الصدقه على مدخن؟ هو يجوز التصدق على عائلته واولاده فقط، من باب انه اذا اسره فقيره طبعا يعني ينوي. بس كونه مدخن نعم انا اقول لا يجوز، لا يجوز على نفس المدخن انك تتصدق، لانه انت بتعينه على انه يشتري الباكيت السجاير. لكن يعني هي اذا بدنا نبرر الموضوع بده تكون نيته انه لاطفاله واولاده الفقراء. اما المدخن لا يجوز للانسان ان يتصدق على مدخن، لانه هو يعينه على الحرام. نعم. أنا بدي أشكركم. بس كلمة أخيرة إذا تكرمتي. الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين التقت مع رئيس مجلس النواب الأستاذ عاطف الطراونة، وكنت يعني حاضر هذا الاجتماع، واتخذنا قرارات فعلية وعملية لمكافحة التدخين تحت القبة. منها وضعنا الآن السكرات على المقاعد، ورقم اثنين سوف نطالب التلفزيون الأردني والفضائيات بعدم عرض صورة أي نائب وهو يتحدث وبيده السيجارة، يعني حرمانه من الظهور على وسائل الإعلام بما أنه يدخن تحت القبة، فهذا من العقوبات. طب نعم. هو لا يدخن تحت الأصل القبة خطأ أصلاً. طبعاً، ولكن نعم. إذا صمم وما رد. بدنا نعالجها من جذرها. من جذورها، ولكن بإمكاننا أن نفرض عقوبات على النواب الذين يدخنون بحرمانهم من الظهور على وسائل الإعلام. صحيح. نعم. أنا بشكركم سعادة النائب زكريا الشيخ رئيس لجنة التوجيه الوطني مقرر لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، وكذلك الشكر موصول للنائب دكتور محمد الحاج. أهلا وسهلا فيكم. نعم. وشرفتونا، وإن شاء الله يعني نطلع من وراء هاي الحملة وسلسلة الحلقات اللي إحنا عاملينها من كل يوم اثنين ببرنامج يوم جديد بالفائدة والمصلحة العامة للجميع. شكرا لكم على هذا البرنامج. شكرا. هذا الموضوع. شكرا. شكرا. أهلا وسهلا.